صدقوني الجامعات وأكاديميات البحث العلمي ومراكز الأبحاث والبحوث في مصر مليئة بأفكار عظيمة ورائعة تستطيع أن تغير وجه مصر، ولكن بعد كده أو المرحلة التي تلي ذلك هي المشكلة في بلدنا هنا. مين اللي يهتم بالأفكار دي ومين اللي يقدر يحولها لواقع يساعدنا في جعل حياتنا أبسط وأسهل وأفضل وواقعنا الاقتصادي يذهب بعيدا بعيدا كما نريد له؟ واضح انه كلام رومانسي ولكنه والله حقيقي وموجود. النهارده معايا نموذج لواحد من الشباب اللي فكر هو وزمايله في حل مشكله من اهم مشاكل مصر، من اهم المشاكل، وهي مشكله الركنه، مشكله الزحام اللي موجود في الشوارع، وقدروا يوصلوا لنتيجه عظيمه. ولكن النتيجه اللي عادت علينا ايه؟ تعالوا نشوف ونرحب بالمشمهندس احمد حسين. مشمهندس احمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازيك استاذ معتز؟ اهلا بحضرتك. حضرتك واحد من مخترع الجراج الاوتوماتيكي، ها بيقولوها كده؟ مظبوط. ايه حكايه الجراج الاوتوماتيكي؟ هو يعني اوتوميتد جراج بيركن العربيات لوحده بدون تدخل من الانسان خالص. انت بتسيب العربيه على المدخل وبتمشي وهي بتركنها لوحدها. يعني جراج بيركن العربيه لوحده، تمام. فكره الاوتوميتد جراج موجوده في العالم قبل كده، بس الديزاين اللي احنا عاملينه هو اللي كان جديد، ما كانش موجود في العالم، اللي هو ديزاين اوربيتال او دائري. ده اول جراج دائري يتعمل في العالم، تمام. كان في حاجه زيه في المانيا بس متحف مش جراج، كان واخد شكل دائري. بس احنا اول ناس فعلا نصمم شكل دائري يبقى سوليوشن فعلا لجراج يتعمل ويتنفس فعلا. والنموذج المصغر اللي احنا عاملينه هو قطره 2 متر، تمام. وفي الحقيقه هيبقى القطر ده 20 متر، تمام. يعني انا محتاج مساحه 20 في 20 اللي هي 400 متر مربع ابني فيها الجراج، اطلع باي عدد من الادوار. الدور عندي بيبقى بيشيل 16 عربيه، تمام، واطلع بعدد الادوار زي ما انا عايز. فطبعا حل عملي جدا في مصر عشان الزحمه. 20 في 20 بتقول لي في جراجات اوتوماتيك اتعملت في العالم تانية ولكن مش دائريه. مش دائريه. طب ايه الفرق يعني؟ فاهمني، الجراجات التانيه كانت ايه؟ كانت مربع، شكل مربع. وتفرق معانا في ايه انها تكون دائريه؟ ما كل حاجه ليها مميزات وعيوب. ايوه تمام. يعني هو الشكل المربع ليه مميزات بس ليه عيوب. العيوب ان هو لو حتى بيستخدم وينش او اكتر من وينش، ففي لحظه هيجي لو بيستخدم وينشين فهو ما بيمشوا ورا بعض. اوكي. فالونش ده في حتت ما يقدرش يوصل لها والونش ده في حتت ما يقدرش يوصل لها. أيوة. لكن عندي انا في شكل دائري الونشين بيلفوا فيقدروا يوصلوا لاي حاجه. زي ما هنشوف لما نشغل ان شاء الله الفيديو. دي بعض اللقطات للنموذج اللي اتعمل، اللي هو اتعمل نموذج تصميم على مساحه 2 متر. مظبوط. اتفضل وانت بتحكي، هاي الصور موجوده وتقدر توصل حكايتك يا باشمهندس. تمام. زي ما بقول لحضرتك الشكل الدائري بيديك ميزه ان حضرتك ممكن توصل بالونش لاي مكان تركن فيه. فعندي مثلا ونش عطل التاني شغال. عايزك تبص على الصور وتقول لي دي يعني ايه. دي حاجات في لوحه الكهرباء اللي عن طريقها بقدر اتحكم في النموذج بتاعي. ده حته من الـ الميكانيزم اللي بيشيل العربيه، تمام. ده متقاب، ده ترس على الموتور، الموتور اللي بيحرك الونش، تمام. ده فعلا الونش اللي بيشيل العربيه نفسه. اوكي. ده الونش من تحت لانه طويل. اوكي. ده تحت زي حاجه شايف الموتور، ده الجير بوكس، تمام. ده كان فيه شكل سنسور، ده سنسور، تمام. يعني حساس. أوكي. عشان يشوف عشان يحس بالعربيه، يحس بالعربيه، تمام. حاجه زي ما انت شايف الاحمر ده هو ده الونش. ايوه. اوكي. وده الجزء اللي بيتحرك في الونش، بيدخل جوه المكان اللي بيتركن فيه العربيه يشيلها او يحطها. ايوه. تمام. بدون اضرار خالص على العربيه. لا خالص، بيشيلها من العجل. تمام. حاجه زي ما انت شايف كده، هو بيبدا اهو كده شال العربيه. تمام. وكده راجع بيها. اوكي. مش ممكن يحصل اي دامج، اي مستحيل. تكسير للعربيه؟ لا لا لا، لان الحاجات اللي بتشيل من العربيه دي مفرغه. زي حضرتك شايف الفراغات دي، تمام. الفراغات دي بتخلي العجله ما تتزحلقش، تنزل ما بينهم وما تتزحلقش. ده الديزاين ده احنا اللي عاملينه 100% مصري. ونسبه اعطاله افترض عطل الدنيا تقف في الجراج كله. هو يعني زي ما بيقولوا ماشينز دو نوت ميك ميستيكس، تمام. حضرتك مستخدم تكنولوجيا عاليه جدا، والحاجات اللي بتعمل تحكم دي حاجات ادفانسد جدا، وشركه سيمنز هي اللي مديها لنا. نسبه الايرور او نسبه الخطا فيها تعتبر صفر، تمام. غير ان انا عندي ونشين زي ما قلت لحضرتك في الاول، لو عندي ونش عطل فالتاني عندي شغال. ايوه. تمام. فمستحيل الاثنين يعطلوا. وبعدين يبقى عندي يعني زي جنريتر او عندي مولد احتياطي، لو كهرباء قطعت المولد ده بيشتغل، يقدر يوصل كهرباء واشتغل عادي جدا ومفيش اي مشاكل. هايل.
هاي قول لي بقى، يعني انا كل دوري ان انا اجي قدام الجراج الالكتروني ده واسيب عربيتي قدام. تسيب عربيتك وبتروح عند شاشه، تمام، بتاخد رقم، اوكي، وبتمشي الرقم ده، اوكي، هو اللي لما تيجي هتحطه تاخد العربيه بتاعتك من عند المخرج. ايوه بس كده، هو ده تحط تدخل الرقم في الـ في الـ في السكرين في السكرين، تطلع لك عربيتك، تطلع لك عربيتك وتدفع المقابل بتاع الباركينج بتاع في التوقيت ده. مظبوط، هايله جدا جدا جدا. ومساحه بتقول لي 20 في 20 20 متر. ده كله النموذج التخيلي، ده نموذج اللي اتعمل 2 متر، النموذج المصغر، تمام. في الحقيقه هيبقى نفس الحركه دي بالظبط. احنا عندنا برضو في حاجه معموله اول مره تتعمل في جراج في العالم، ان انا عندي حركه في 3 اتجاهات. ايوه، عندي حركه دائريه، وعندي حركه افقيه، وعندي حركه راسيه، تمام. ده مش معمول في اي جراج في العالم. في اي جراج بيبقى عندك حركه افقيه وراسيه بس، تمام. فبيبقى كل ما تزود الحركات اللي عندك كل ما بيبقى التحكم عندك اصعب، تمام. غير ان انا عندي هنا ونشين، فانا لازم احافظ ان هم ما يخبطوش في بعض. ايوه، ودي برضو بتبقى في التحكم وفي البرمجة صعبة جدا. يعني البرمجة عندنا كان موضوع مش سهل، أي، واستخدمنا أكتر من لغة برمجة عشان تقدر توصل إنه ما يبقى احتمال إن هم يخبطوا ببعض ده صفر، مستحيل صفر. وده جزء مهم جدا في الحكاية جدا. ده كان مشروع تخرجكم؟ ده كان مشروع تخرجكم. كنتوا كام؟ هندسة عين شمس. هندسة عين شمس. كم باشمهندس؟ 9. 9. ممكن تقول لنا اساميهم عشان طبعا يعني ده حقهم علينا، ده حقهم وانا بمثلهم، ودي حاجه يعني شرف ليا ان انا امثلهم النهارده. عندنا كان احمد سمير وعمر نجيب واحمد الجندي ومحمود قاسم ومعتز سمير، وانا احمد حسين وحسام وخالد كريم خالد. أيوة، كده احنا 9. ده مشروع تخرجكم من هندسه عين شمس. 9 افراد. 9 افراد. الجراج الالكتروني مظبوط. اتكلف 60,000. 60,000. 60,000. شركة سيمنز دخلت غطت 40,000 من بالظبط اللي هو الجزء الكهربي. ايه مصلحتها في كده؟ ده شيء رائع طبعا، بس احنا يعني قليل في بلدنا انه يحصل ده. هقول لحضرتك، يعني هو ده يعني احساسهم بمسؤوليتهم اتجاه المجتمع، ان هو لما يساعد طلبة ان هم يوصلوا لحاجة زي كده ويعملوا مشروع زي كده، هما كده ساعدوا المجتمع. ففي اي شركه كبيره بيبقى في حاجه اسمها السوشيال ريسبونسابيلتي، تمام. فدي لازم يعني بيبقى جزء اصلا من الميزانيه، ان هما يساعدوا المجتمع اللي هما عايشين فيه ويعملوا حاجات زي كده. قلت لي ان الجراج اللي اتعمل في العالم اللي هو المربع، ايه مزايا المربع بقى عشان اقول ده اختراع؟ يعني انا عايز اقول خلي بالكم يا جماعه، قول لي صحح لي المعلومه، الاختراع ده خد جايزه احسن مشروع في مصر من بين حوالي 1000 مشروع. مظبوط، من بين 1000 مشروع. ليه؟ لجودة الاختراع ولقربه من مشكلة حقيقية أو أزمة إحنا بنعانيها بجد في مصر، خصوصا لما تشوفوا حضراتكم الشوارع، التراخيص اللي اتخذت في ظل فساد مش يسكم الأنوف، يموت الأنوف، خلى أبراج كتيرة تطلع من غير ما تتفتح جراجات فيها، فأصبحت الشوارع أو مصر تحط بين قوسين جراج كبير. فليه بقى خد احسن 1000 مشروع، وايه اللي ميزه عن الجراج المربع؟ اولا عشان التصميم ده مش موجود في العالم كجراج. تاني حاجه ان هي في حاجه ممكن تتنفذ فعلا. ايوه، تمام. انا ممكن انا اخد التصميم ده زي ما هو كده، تمام، 1 ل10، اضرب في 10 المقاسات دي يبقى عندي نموذج حقيقي يتنفذ. بس بتضرب كل الابعاد دي في 10؟ كل الابعاد دي في 10. في 10. طب ايه مزايا الجراج المربع؟ ان هو يعني انا الجراج عندي فيه تهدير في المساحه شويه، الشكل الدائري بيهدر في المساحه شويه. أيوه، لكن الشكل المربع لا. كاستغلال للمساحه، لو انا وهو نفس المساحه هو ممكن يبقى عنده اماكن اكتر، اماكن اكتر شويه، بس كل حاجه ليها عيوب ومميزات. يعني هو لو عنده حصل فاير، حصل حريقه، هو هيسيب العربيه تولع. لكن انا عندي، انا اقدر اعمل ايفاكويشن، اقدر اخرج العربيات، لان كل الاماكن اللي بركن فيها العربيات لبره كلها شايفه الشارع. ايوه، فاقدر اخرج عربيات، مفيش حد محطوط في نقطه محاط بالعربيات. بالظبط كده، كله ليه جزء باصص على الشارع لان الموضوع دائري، فاقدر اخرج عربيات، تقدر تخرج عربيات لا قدر الله في حاله حدوث حريق. ودي ميزه بتميزني عن الشكل المربع. طبعا طبعا. قول لي الفكره كانت من بنات افكار مين فيكم؟ كلنا. ولا من ولاد افكار؟ ولاد افكار. ولاد افكار كلكم فكرتوا فيها؟ ما هو يعني احنا بنقعد، واحد بيطلع بفكرة، التاني بيزود عليها، التالت بيطورها، الرابع بيكبرها، وهكذا لغاية ما بيطلع بحاجة في الآخر. فما نقدرش نقول إن واحد عمل حاجة، وما نقدرش نتكلم على واحد في التيم بتاعنا. كلنا اشتغلنا، كلنا كنا كويسين، كلنا قدمنا في الآخر حل نتمنى إنه يتعمل ويتنفذ. ودي نقطة بصراحة أنا جاي، يعني أنا جاي النهاردة ونفسي حد يشوف فعلا البرنامج واللقاء ده ويرعى الموضوع وفعلا ينفذه. يعني أنا قريت خبر من أسبوع إن محافظ القاهرة عايز يعمل 25 جراج في منطقة وسط البلد وقصر النيل.
يعني الحل موجود وهم عايزين ينفذوا بس مش شايفين حل. تمام، اكيد هو الحتة دي محتاجه جراج في مساحه صغيره. ايوه، وانا عندي الحل لان الارض هناك اغلى من الذهب. مظبوط. اه، وانا عندي الحل والناس مش شايفاه. اه، غير ان يوم المهندس المصري اللي احنا خدنا فيه احسن مشروع على مستوى مصر، المفروض ان الوزراء جايين ورئيس الوزراء جاي عشان يشوف المهندسين وصلوا لايه. ايوه تمام، وياخدوا الحاجات دي والاختراعات دي ينفذوها فعلا. طبعا. تمام، افوجئ اني انا كسبت الجائزه اه، بس ولا حد قال انت عملت ايه ولا بتعمل ايه ولا اي حاجه. تمام، يقول لك اليوم ده في 300 مهندس اشتغل. المفروض مين اولى؟ اكيد الناس اللي كسبت المشروع دول اولى هم يشتغلوا، ولا حد جه عرض علينا اي فرصه شغل ولا اي حاجه. فطبعا انا رايح اشترك في المسابقه دي مش عشان اكسب. ايوه، انا ما يهمنيش ان انا اكسب باخد جايزه، انا يهمني ان الحاجه اللي عملتها وتعبت فيها تفيد مجتمعي. بالظبط، تتنفذ. انا عامل الجراج ده يعني كاستمايز لمصر. انت عندك مشكله زحمه، عندك مشكله ركن، تمام، انا بجيب لك حل وبقول لك ده حل مثالي، والدول فعلا اللي مطبقاه بتطبقه عشان حاجتين. يا يعني عندها ازمه ركن، تمام، يا عايزه تعمل حاجه شوية، حاجه كده الناس تتفرج عليها. أيوه، زي دبي. أيوه، او زي الامارات. اوكي، الناس عندها مشكله ركن زي اليابان، زي كوريا، زي البلد اللي زينا كده، ان مثلا الارض غاليه وعزيزه. الأرض غالية في اليابان يعني المتر ليه ثمن وما يقدرش يحفروا. اه، هناك فلازم يطلعوا لفوق. تمام، فنفس المشاكل هنا. اوكي، ان عندك هنا مشكله ركن فمحتاج حاجه زي كده. طب الناس يعني المفروض يجوا ويتفرجوا. تمام، انا اللي اعرفه على حد معلوماتي ان يوم المهندس المصري ده معمول عشان الوزراء ووزير الصناعه ووزير الاستثمار يجوا يتفرجوا. المهندسين اللي المفروض هم مستقبل مصر، اللي هم هيبنوا ويعمروا ويخترعوا، المفروض اه. تمام، جايين يتفرجوا الناس دي وصلت لايه. ايوه، افوجئ ان مفيش اي حاجه من الكلام ده بتحصل. اه، ما حدش جه يتفرج. يعني في ناس جت اتفرجت طبعا، وفي دكاتره جت وقفت معانا، بس دكاتره جامعه عادي، اساتذه يعني. ايوه، يجي يعني عنده انبهار شديد قوي بالموضوع. ها، وعجبه جدا ويقول ده لازم يتنفذ، بس خلاص يعني بيمشي ويسيبني في الاخر. ما عملتوا تكلفه للمشروع؟ تكلفه حقيقيه. اه، يعني انت بتقول لي 20 متر في 20 متر في اي عدد ادوار انا عايزه. لو افترضنا نعمل 10 ادوار، ال 10 ادوار دي كده معناها تركب 160 عربيه. مظبوط. انت قلت لي 16 في الدور، يعني 160 عربيه. مزبوط. صح؟ مزبوط. تكلفه المشروع ده تكلف كام؟ طب احنا خلينا في 5 ادوار عشان احنا فعلا عملنا حسبه لخمس ادوار. عملتوا حسبه لخمس ادوار. طيب. 80 عربيه. 80 عربيه؟ اوكي، بس مدخلين فيها كل الكوستس اللي ممكن تدخل، يعني زي مثلا ثمن الارض، وحاطين ثمن ارض كبير كمان، يعني مثلا في المهندسين عشان تبقى اعلى حاجه. اوكي، فتقريبا كان حوالي 5 مليون. 5 مليون. تمام. اه، بالارض. كل حاجه. طيب شيل الارض، تكلفه المشروع، كلمنا عن تكلفه المشروع اللي المفروض الدوله هتوفر الارض دي، تكلفه بقى اللي هيتكلفوها بعيدا عن ثمن الارض، فاكرها؟ هو ما اقدرش طبعا اقول لحضرتك رقم يعني قريب قوي، بس ممكن اصل ما اعرفش يعني ساعتها حطينا ثمن الارض كام. بس تقريبا ممكن يكون نص الثمن او حاجه يعني. يعني رينج كده. بس هي الفكره احنا خلينا اكثر واقعيه، احنا لما نتكلم عن السعر تمام نتكلم ان احنا نقارنه بالعادي، بالجراج التقليدي. يعني هو لو بنى 5 ادوار تمام خرسانه، اوكي، نشوف هيكلف كام وانا جراج بتاعي هيكلف كام. اه، قول لي بقى. آه، قول لي انت الحسبه دي. انا جراجي ارخص. وده مش دراستي، دي دراسه شركات في الامارات عامله فعلا اوتوميتد جراج، بس الديزاين تاني غير الديزاين بتاعي. عامله دراسه انك لما بتقارن بين الجراج التقليدي والجراج الاوتوماتيك تمام، كتكلفه اقل وكعدد عربيات تتركن في نفس المساحه اكبر. تمام، فهو من كل النواحي افضل بكتير جدا انك تعمل الجراج الاوتوماتيك ده او الاوتوميتد. تمام، وبعدين معلش نبص له بقى من ناحيه تانية خالص، من ناحيه السيفتي او الامان. تمام، مفيش تدخل من الانسان، فمحدش اصلا يخش الجراج، فنسبه السرقه صفر. لكن الجراج العادي انا بدخل جوه، واهدار الوقت صفر. صفر كمان، مفيش اهدار للوقت. انا النهارده مش هخش الف الجراج كله واطلع على الخمس ادوار ولا 10 ادوار عشان الاقي مكان وافضل الف في دايره مفرغه، ده بياخد وقت. طبعا. كمان مهم جدا. طبعا. الوقت صفر. صفر بقى. انا عندي الكمبيوتر هو اللي بيختار ان اقرب مكان تمام فاضي ويركن فيه اوتوماتيك. والنهارده دوس على الزرار جيت عشان استرجع عربيتي، تجي لي العربيه في خلال قد ايه؟ يعني اقل من دقيقه. اقل من دقيقه. يكون الذراع الالكترونيه بتنزل العربيه قدامي واتكل على الله. مظبوط. حضرتك شفت الفيديو، السرعه اللي ماشي بيها الونش دي تقريبا نص سرعته او اقل كمان من نص سرعته. ايوه، عشان بس الناس تبدا تلاحظ بس الحركه. لكن في الحقيقه يبقى اسرع من كده بكتير.
اسرع من كده بكتير بكتير. التجارب العمليه اكدت مفيش اصابات، مفيش خدوش، مفيش حاجه للعربيه، مفيش اي ضرر. ده لا مستحيل مستحيل طبعا.